هذه طيب القضيه التي اثارت الجدل دفعت الاهلي انه يبعت لاتحاد الكوره عايز حكام اجانب، يقول له انا عايز حكام اجانب وهدفع فلوسهم، بس اشترط انه انا عشان ادفع 40,000 دولار في المباراه عايز حكام من ليفل عالي من مستوى عالي، فحدد له 5 اتحادات كبرى اللي هي الافضل كرويا في اوروبا تجيب لي منهم وعلى حسابي انا اللي هتحمل. والاتحاد الاتحاد رد على الاهلي الحقيقه، قال له اتحاد الكره بيرد على طلبات الاهلي، قال له ان احنا للاسف، ده الاتحاد اللي بيقول، اعتذارات الاتحادات الاوروبيه 5 الانجليزي والاسباني والالماني والايطالي والفرنسي المذكوره في خطابكم عن عدم ايفاد حكام اجانب لاداره مباراتي الاهلي مع كل من طلائع الجيش والسيراميكا كليوباترا كما وردت الينا بسبب انشغال حكام تلك الدول في الوقت الحالي باداره مسابقاتها. وقال له كمان اعتذارات الاتحادات الاوروبيه 5 مؤقته وليست دائمه، ويمكننا معاوده التواصل معهم مره ثانيه للاستعانه بحكامهم. ازاء تمسك ناديكم في خطاب الامس باسناد مباراتي الاهلي مع طلائع الجيش وسيراميكا الى حكم من هذه الدول على وجه التحديد لم نمانع في ذلك، ولكنه يتعذر الان نظرا لضيق الوقت. رابطه الانديه هي المنوطه بجدول الدوري، وننتظر موافاتنا منكم بالمباريات اللاحقه التي يحتاج فيها الاهلي الى حكام اجانب عند تلقيكم المواعيد المتبقيه من جدول الدوري. الحقيقه دي اجابه مطاطه و انا حاسس ان هو زي يستدرج الاهلي ان يطلب حكام اجانب، وبعدين يقول له يا ريت كان على فص عيني. طيب الاهلي علشان كده رد عليه، غير يتلقف، انا بس عشان النقطه، غير يتلقف يقول لك احنا بنثق في الحكام المصريين، وكان المقصود بقى ان الاهلي يواجه الحكم المصري في مواجهه مع الحكم، فتزداد الفجوه. الموضوع مش كده، الموضوع ان الاهلي حرصا منه على حمايه التحكيم المصري. انا وجهه نظري كده، كنت اقولها كده، انا لما بطلب حكم في ماتش الاهلي والزمالك انا عايز احمي الحكم المصري من القيل والقال، مش طعنا فيه ولا طعنا في كفاءته ولا طعنا في نزاهته، بالعكس، انما لان ما يقبل من الاجنبي ينظر عليه انه محايد. بس اي اجنبي؟ احنا لقينا في اجانب تفصيل بتجيلك السنتين اللي فاتوا دول، وكانه نضب العالم من حكام الصفوه اللي الاهلي بيقول لك ادفع 40,000 دولار وتجيب لي حكم كويس. فقضيه اضطر النادي النهارده يرد على اتحاد الكوره في خطاب بيقول له ان ردا على ان الاهلي طلب حكاما اجانب من اقوى 5 دوريات اوروبيه الانجليزي والاسباني والالماني والايطالي والفرنسي، خزينه النادي سوف تتحمل مبالغ كبيره حتى يحصل الاهلي على العداله التحكيميه التي هي حق لكل الفرق المتنافسة، خاصة وأنه سبق وأن قام الأهلي بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة على مدار العامين الماضيين للنهوض بمنظومة التحكيم والتصدي للأخطاء التحكيمية المتكررة التي تثير الجدل وتتسبب في حالة احتقان بين الجماهير. لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات فاعلة في هذا الشأن. وأكد النادي في خطابه أيضا على أنه طلب استخدام هذه النوعية المتميزة من الحكام الأجانب ليكونوا إضافة فنية للدوري المصري، ويتم الاستفادة من خبراتهم لتفادي الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات. وجاء في الخطاب أن الأهلي لم يطلب استخدام حكام أجانب من دولة بعينها، بل أشار في مكاتباته إلى قيام اتحاد الكرة حسبما يرى اختيار حكام من أي من هذه الدوريات الخمسة التي تأتي في المقدمة كرويا في أوروبا، وذلك لمواجهة أي اعتذارات. يعني أنا مدي لك 5 اختيارات، اولها موافاه الاهلي. الاهلي في ختام خطابه طلب من اتحاد الكره 4 طلبات جديده، قال له اول حاجه لازم توافيني باسباب اعتذارات الدول الخمسه، عايز اعرف الناس دي اعتذرت بجد ولا اعتذرت ولا لا على ايفاد حكام للدوري المصري، او الاعلام بشكل رسمي عن تلك الاسباب، يعني ليه الشفافيه، قول مين اللي رفض ورفض ليه. ثاني الطلبات ابلاغ النادي عما اذا كانت هذه الاعتذارات من الدول الخمس مؤقته ام دائمه، يعني اتقفل الباب ده ولا ممكن ينسق معاه، ارجع اطلبهم يعني. ثالث الطلبات ان النادي يتمسك باسناد مبارياته التي يحددها الى حكام اجانب من الدوريات الخمس الاوروبيه، ووفقا للمعايير التي تمت الاشاره اليها في خطاباته لاتحاد الكره، حال تعذر ذلك بالنسبه لمباراتي طلائع الجيش والسيراميكا لاسباب تتعلق بهذه الدول ومعلنه عبر وسائل الاعلام من جانب الاتحاد، في هذه الحاله ينتظر الاهلي وبشكل عاجل ابلاغه باقرب موعد يمكنه فيه استخدام حكام اجانب من هذه الدول. الطلب الرابع للاهلي في خطاب الامس ان يتلقى النادي في اقرب وقت المواعيد المتبقيه من جدول الدوري حتى يقوم بتحديد المباريات
التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب من ذات الدول ونفس المعيار. أستاذ أكرم، نادي عايز يدفع 40,000 دولار في المباراة الواحدة في مسابقة بلوشي بطل الدوري وما بياخدش جايزة، ده يعني يفسر لك إيه حجم المشكلة؟ هو الحقيقة برضو يعني خلينا نقول أنه خطاب الاتحاد بيقول أنه ده مؤقت، طب ما يعيدوا النظر في أنه يطالبوا ده. هل يحق أنه الأهلي يبقى طرف في التخاطب مع هذه الاتحادات؟ لا مش حق يكون طبعا. طب الاتحاد المفروض هو اللي يخاطب. هل في بدائل تانية خارج هذه الاتحادات على أساس الاتحاد بيقول أنه لا هو بس في حاجة أنه دول مشغولين بالدوريات بتاعتهم؟ في حاجة غير منطقية في الرد ده، انه بيقول ان انشغال المباريات في اوروبا رغم ان كل بطولات اوروبا في مراحلها النهائيه، يعني مباريات قلت جدا بالظبط، يعني مستحيل يكونوا منشغلين. قول لي مين اللي رفض ورفض بشكل نهائي، مستحيل يكونوا حكام الخمس دول مشغولين في ماتشات كل يعني البطولات وصلت لمرحله النهائيه. اولا هل من حق بلاش الاهلي الانديه تطلب حكام اجانب؟ والطلب الطلبات دي من حق اي نادي؟ شايفه طلبات يعني مبالغ فيها ولا طلبات منطقية؟ أولا حضرتك يعني كيف ترى هذا الخطاب وطلبات الأهلي؟ هل لو طبقناها أن يبقى أي نادي يقدر يطلب هذه الطلبات ومن حقه وبالطريقة دي والكلام ده، ولا مش من حقه؟ ما أظنش أنه هيبقى فيه كل يعني طبعا كل نادي من حقه أنه يطلب التحكيم، الطلبات بقى نفسها أنه يبحث عن التحكيم، طلبات بالنسبه للحكام يعني جواب مكان مجموعه من الطلبات من مكان معين ومن ناس معينين، ده طبيعي مستوى معين واتطبقت على احد الانديه من سنتين مستوى. كان كل حكام كنت على المدى الطويل هو الطبيعي انه النوادي المصريه تبذل جهد مع الاتحاد في تطوير فكره التحكيم وتطوير هذا هذه المنظومه بشكل كبير. هتتدخل، ما هو ده النقطه بقى اللي انا عايز اقوله. الحل دلوقتي، انت دلوقتي طلبت قالوا لك الوقت مش هيسعفنا والدوريات دي مش منطقي، مش منطقي قيل هذا. ما هو ده انت بتتعامل مع اتحاد صحه القرار، هو رد في النهايه، ده رد منطقي، ده قرار وخلاص. اذا انت طلع الجيش والماتشين الجاي بحكام مصريين، انا يعني هل ترى مثلي او تختلف معي ان الكره دلوقتي في ملعب التحكيم المصري يستطيع من خلال المباراتين دول ان يقدم تحكيما يقتنع به الجميع، معيار واحد لكل الاطراف؟ صح، انا اعتقد ان دي بالقياس الى صفارتك السابقه. صح، مش يجي تقول انا من هنا ورايح ابقى، لا انت بتطرد على الواقعه دي، ما تجيش تقول لي انا اطرد هنا ونفس الواقعه. هو ده اللي مضايق الاهلي يعني، وانديه اخرى مش الاهلي بس، كل الانديه بتخاف تتكلم عن. هل ترى ان الكره في ملعب التحكيم في الماتشين دول يخلونا نرجع يمكن نتغاضى بقى عن الفكره من اساسها؟ لان الهدف يا ريت لما تيجي تقول ايه دعم المنتج المصري، ما انا لو لقيت جاكيته حلوه بسعر رخيص هاخدها وابقى فرحان ويا ريت، لكن لو انا بقى دفعت المبلغ ده اللي يبدو انه رخيص ولكن تتلبس مره واثنين وتتربي يبقى غالي. انا رايي انه لازم يبقى في جهد اضافي لتطوير التحكيم المصري ده اساس القضيه، بس عندي حاجه وتقويه الثقه فيه. مش الثقه بتيجي من الكفاءه، ما ينفعش اعمل ثقه التدريب في الكفاءه التدريب. والنزاهه، قد تملك الكفاءه والنزاهه تملك الاراده، النزاهه نبقى راجل نزيه، فيها جزء تدريب وفيها جزء نفسي وفيها جزء كل رؤساء لجان الحكام في 20 سنة الاخيره هم نفس الاشخاص ودايره، بس لم يضبط لجنه التحكيم في مره بتعمل دورات على مستوى عالي يعني بدايه الموسم المفروض يجيبوا خبير مقيم الاهلي، طلب كده اعتقد في طلب كان في كلام ان كولينا يجي ومش عارف مين، طب خبير اجنبي يشرف على تطوير منظومه التحكيم ويستمر فتره، مش يجي اسبوع ويمشي مش بس تطويره والتقييم، لا يقعد هو اللي يحاسبه بالظبط، ومش يجي اسبوع ويمشي، خبير مقيم لفتره ونطلع ناس جديده في التحكيم، لكن ما الاقيش رئيس لجنه حكام عامله زي الدايره المقفوله، فلان مشي يبقى التاني يعني بدل ما اجيب حكام اجانب بكثره اجيب خبير اجنبي يقيم سنه يطور لي مقيم سنة. انا بجيب مدرب اجنبي، على فكرة انا بجيب مدرب اجنبي، دول الخليج كتير ده بتجيب الحكام كلهم طورت نفسها من خلال هذا النموذج، يعني هو الاحتكاك هو اللي بيقول الخبره، تندهش مستوى الصفاره في دول الخليج ارتقى طبعا جدا من ايام بوكسيب، ايوه تشعر التحكيم سبق المستوى الكوره كمان صح يعني كان شخصيات كده صح، عايزين هذا الكلام، والحكم يحب نفسه
يحب نفسه، يحب نفسه وشكله قدام، يحب العدل قدام الجمهور وراجل عادل، مش هيحب نفسه الا اذا كان عادلا. طب النهارده بمناسبه برضو التحكيم، الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره قال تصريح جديد شويه، قال ان هو بيؤيد اعلان عقوبات الحكام في وسائل الاعلام. طول عمرهم بيقول لك عقوبه الحكم داخليه عشان الهيبه وعشان السمعه بتاعته. رئيس الاتحاد بيقول لك لا، انا بؤيد انه عشان الحكم يرتدع وعشان الناس تعرف انه حصل خطا لابد من اعلان العقوبات. انتوا مع ولا ضد؟ لا انا مش مع الاعلان بشكل، مش مع الاعلان لا، لانه يسيء لصوره التحكيم. لا لا وما فيش مانع انه يكون في سياق عام يتم الاعلان فيه، ما هو الفيفا او غيره ما هو بيعلنه. بس بيعلنوا في سياق بيعمل ايه يا جماعه؟ الحكومه المصريه في وزير اتقبض عليه وصوره اتوزعت على الصحف ومقبوض عليه، وزير الزراعه في اول 2016 في ميدان التحرير اتقبض عليه، في ميدان التحرير وهو خارج في كل المهن المحترمه. انا مع اعلانه بس سياق محدد، صحفي فاشل سياق محدد عشان يبقى صوره التحكيم برضو محفوظه. يا جماعه بنتكلم على قاضي المباراه، احنا بنوهم نفسنا بالهيبه والصوره، الكلام ده مش صح. انا ليه الصح او غلط؟ بس حكم اخطا مش خطا يعني، لكن حكم بيحتوي اخطا في تطبيق القانون لا بيحتوي متعمدا، ده المفروض ما يتحكمش تاني. والله يعني لا، مجموعه اخطاء مفروض يستبعد.